بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبحث علمي جديد هنتكلم فيه النهاردة عن اللبن الإبل أو حليب الإبل والفوائد اللي موجودة فيه لمرضى السكر بالذات، والبحث العلمي المهم ده اللي فاجئني جدا جدا، لأن لقيت إن أحد المكونات اللي موجودة في لبن الإبل هو إنزيم اكتشف حديثا فوائد للسكر في شركات أدوية أمريكانية، وبتبيع هذا الإنزيم والمواد بتشتغل عليه بتبيعها بآلاف الجنيهات كل أسبوع. حقنة بياخدها المريض كل أسبوع علشان يعني تعالج مرض السكر، واكتشف إن دي إحدى المواد اللي موجودة في لبن الإبل إلى جانب مواد تانية موجودة في لبن الإبل. البحث الجميل العظيم ده عاملينه جماعة، مجموعة بحثية علمية، جزء كبير منهم على رأسهم الدكتور محمد أيوب ده من جامعة خليفة في الإمارات، وفي برضو جماعة معاه تانيين من جامعة العين، ومجموعة معاهم كمان من جامعة إحدى الجامعات الشهيرة في ماليزيا. جماعة مسلمين بيهتموا بهذا النوع من العلم عشان يقدموه للبشرية كلها ويقدروا يفيدوهم بيه. الحكاية بدأت ازاي بقى؟ الحكاية بدأت ان من حوالي يعني عقدين من الزمن، من حوالي 20 سنة، لقى الباحثين ان البدو اللي في الصحراء اللي عايشين على ألبان الإبل لا يصيبهم ابدا داء السكر، ما بيقولهمش مرض السكر، صحتهم زي الفل. زائد ان موضوع ان السمنه، انتشار داء السمنه وزياده الوزن عندهم قليله جدا، الى جانب امراض تانيه نادره الحدوث عندهم وعلى راسها السرطان، وعلى راسها برضو ارتفاع ضغط الدم، والى جانب برضو ان في اللبن الابل اكتشفوا ان له فايده في مرض التوحد، ودي يعني انت عارفين علاج التوحد ده يعني صعب جدا جدا. ولكن البحث اللي عملوه الجماعه دول ركز على مرضى السكر، فوائد لبن الإبل ومنتجاته لمرضى السكر. الجماعة دول عملوا إيه؟ جمعوا كل الأبحاث اللي اتعملت في 20 سنة الأخيرة ودورت بقى، فضلت تدخل جوه لبن الإبل ده وتشوف إيه المكونات اللي فيه اللي بتعالج مرض السكر، وإزاي إيه الطريقة اللي إحنا الأفضل إن إحنا نستعمل بيها لبن الإبل علشان نقدر نعالج بيه مرض السكر. عملت إيه بقى الدراسات الحديثة بقى اللي كلها اللي هم جمعوها وحطوها وقدموها للعالم ديت إلى جانب أبحاثهم هم نفسهم؟ قدروا يعرفوا إيه اللي موجود في لبن الإبل، وفصلوا المكونات بتاعته، وقدروا يعرفوا كل مكون منهم يقدر يفيد مريض السكر إزاي. لما تجيب لبن الإبل وتعمله عملية تخمر زي الزبادي، زي ما بتعمل الزبادي اللي بتعمل باللبن العادي، وجابوه بقى فصلوا كل البروتينات اللي فيه، لقوا طبعا في بروتينات مهمة جدا زي الكازيين والواي اللي هو مصل اللبن أو المادة السائلة اللي بتيجي بعد تخثر اللبن ده، ولقوا فيه مواد تانية كمان، مادة مهمة جدا اسمها اللاكتوفيرين والاميونوجلوبلين، ودي حاجات مهمة جدا للمناعة، وده اللي بيفسر ان يعني اللبن بتاع الإبل مقاوم لمرض السرطان، لان الاميونوجلوبلين وحاجات الجهاز المناعي دي بتكتشف، بتساعد الجهاز المناعي ان يكتشف خلايا السرطان في مهدها قبل ما تكبر وتعمل لنا ورم كبير ويقدر يتخلص منها. في فيتامينات، في معادن، في دهون صحية ولها نشاط مهم جدا جدا. ولكن أهم بقى الحاجات اللي اكتشفوها إن في علاج للسكر موجود فيه، زي إيه؟ زي إنزيم اسمه ألفا أميليز. إنزيم اسمه ألفا أميليز ده بيكسر السكر وبيساعد على هضمه وبيساعد على التخلص منه، بيشتغل يعني زي البنكرياس. وإنزيم تاني اسمه ألفا جلوكوزيديز. وفي اهم بقى انزيم اللي بقول لكم اكتشف من فتره بسيطه جدا انه هو علاج مهم جدا للسكر، اسمه دايبيبتيديز 4 او دي بي بي 4. وده يعني الادويه، الجماعه العلماء الامريكان من كام سنه كده اكتشفوا اهميته لعلاج السكر، وبداوا يجيبوا ادويه بتشتغل عليه، والادويه دي ما بتنفعش غير انها هتبقى حقن، والحقن ديت
بيدوها لك حقنه، في حقنه كل يوم وفي حقنه كل اسبوع، حقنه اسمها اوزمبيك، ناس كتير سمعت عنها، بتاخد حقنه كل اسبوع، الحقنه ب 7000 جنيه، وادويه تانية كمان يعني شغاله عليه، ادويه غاليه جدا تصل ثمنها ل 25000 جنيه في الاسبوع، يعني تدفع لك كده 100000 جنيه في الشهر عشان تحصل على الفايده اللي موجوده جوه لبن الابل. فدي حاجه معجزه جميله جدا ربنا عاملها من مئات والاف السنين وموجوده ومحدش يعرف عنها حاجه. لكن الجماعه الباحثين دول اكتشفوا المواد دي انها موجوده جوه لبن الابل. شوف انت بقى تدفع كام في الحقن دي وهي عندك موجوده، تروح تشتريها في لبن الابل بثمن بسيط جدا وارخص من هذا الامر، وشيء طبيعي وشيء يعني ناتشرال، ما فيش فيه اي مشاكل ولا فيه حتى مشكله في التوافر بتاعه، ولا نستورده من الامريكان وشركات الدواء والاسعار والحاجات الرهيبه دي. افضل طريقه بيقترحوها بقى لاستخدام لبن الابل، بيقول لك هي دي احسن يعني حاجه، ان هي تعمل منه حاجه زي الزبادي، تجيب البكتيريا بتاعه الزبادي اللي هي بيسموها لاكتوباسيلس، دي بتيجي من الزبادي، وتخلي وتعمل تخمر للبن يبقى زي الزبادي، وتاخده الصبح بقى على الريق يوميا تمشي عليه على طول، هيبدأ يحسن معاك المرض بتاع السكر تدريجي لغاية ما يبدأ يظبط لنا السكر بتاعه. في طريقتين للاستعمال، في نظامين للاستعمال. النظام الاول لما يكون السكر يعني مش متدهور قوي والدنيا مش بايظه خالص، يبقى تستخدم اللبن الابل بس. في نظام تاني بقى كمان لما يكون السكر بتاعنا بقى له مده ومش متظبط وبتاع، قال لك انه يستخدم ابحاث تانيه معموله برضه عليه، يستخدم معاه مع لبن الابل دواء واحد بس من ادويه السكر، وهو اقل يعني دواء بيستخدم للسكر، بنديه للناس اللي حتى لسه بادئ عندهم السكر او مع عندهم وزنهم زايد شويه، عندهم حاجه اسمها مقاومه انسولين، بندي ماده اسمها الميتفورمين. الميتفورمين دي موجوده في الجلوكوفاج، بيدوها مع لبن الابل، الاثنين دول مع بعض بيظبط السكر كويس جدا. ده على حسب برضو الكلام اللي قايلينه في البحث، عهد على الباحثين دول وعلى النتائج اللي وصلوا لها والحاجات القيمه بتاعتها. طبعا ده بيستند الى كلام كتير موجود قبل كده عن لبن الابل، وتجارب اشخاص، تجارب ناس عاديين، وتجرب انت بنفسك وشوف انت النتيجه بتاعت ايه، بتاعت اللبن ده معاك ايه، لقيته مظبط لك السكر لوحده كان به، جربت مش مظبط لوحده عاوز تضيف معاه ضيف الميتفورمين، وشوف النتيجه معاك. ما تاخد حاجه زي دي افضل بكتير جدا جدا من الـ انك انت تاخد الادويه بتاع السكر، لان كل دواء يا جماعه، كل دواء كيميائي ماده البشر مخلقينها، بتبقى لها فوائد كتيره جدا، لكن لابد ولازم وحتما ان يكون لهذا الدواء اعراض جانبيه. اما الشيء الطبيعي اللي ربنا بعته لنا نادرا ما يبقى فيه عرض جانبي له، الا اذا اسأت استعماله، اكثرت يعني فوق الحد من استعماله، ممكن ساعتها يبقى ايه، تقول ان انا يعني ابدا يبقى مشاكل، يعني مشاكل زي مثلا اللي هيكسر من استخدام هذا البتاع مثلا، ممكن وزنه يزيد او كده يعني. فبحث جميل ومفيد جدا، وبينبهنا لحاجة موجودة في ايدينا وتحت ايدينا ونقدر نوصل لها، وهي ألبان الإبل. في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم على بحث تاني معمول في شرق آسيا، الجماعة الآسيويين وصلوا نتيجة على ألبان البقر والجاموس والحاجات دي، برضو وصلوا لنتيجة مفيدة لها لمرضى السكر، والنتائج اللي وصلوا لها بالصدفة، ما كانوش يعرفوا النتائج دي وضعها ايه، لما لقوا ان في فايدة ألبان البقر عندهم في السكر. طبعا النتائج دي مهمة، وانا بدعوكم يعني اذا استمرتوا في مشاهدة الفيديو لغاية دلوقتي انكم تشتركوا في القناة، وبحيث ان انتوا تتابعوا كل جديد، واحنا ان شاء الله في الفترات الجايه هنركز في ان احنا نجيب بقى ابحاث كتير وحاجات مفيده جدا علميه تفيدنا. والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.